السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده في قناتكم اكل وشرب. النهارده بنعمل فيديو سريع عن موضوع اتسالنا فيه كتير، هو حقيقه ان العدس اليومين دول في ديدان، والديدان دي مسرطنه والعدس مسرطن، والكلام اللي بيظهر من قبل اخر على مواقع التواصل الاجتماعي. باختصار عشان ما اطولش على حضراتكم، العدس من المحاصيل البقوليه العاليه في احتوائها على البروتين النباتي، عشان كده بيعتبر مصدر غذائي مهم جدا يعوض شويه لو البروتين الحيواني عندنا في نقص او في مشكله. العدس كمان من المحاصيل اللي هي بنسميها ذوات الفلقتين، وزيها زي الفول، زيها زي الحلبه. لو فتحنا حبه العدس، وانا يصعب ان انا افتحها، يعني حبه العدس سواء الاصفر او بجبه، لو بصينا عليهم كده هنلاقي ان حبه العدس تحتوي على نصين بينهم الجنين بتاع بذره العدس، اللي بيبقى مسؤول عن انبات نبات العدس. لما نحط العدس في ظروف الانبات، سواء على قطنه زي ما كنا بنعمل في المدرسه واحنا صغيرين، او في الغيط لما المزارع بيحب يزرع العدس. اي بذره نبات بتحتوي على جنين، الجنين ده اول ما بيحس بالرطوبه ودرجة حرارة ملائمة بيبتدي ينمو الجذير، اللي هو اللسان الابيض البسيط اللي بيطلع دوت، اللي هو الجذر، وبعد كده بينمو النبات الكامل لما بيتحط في الارض. الفكرة كلها ان الجنين دوت بيكون في صورة كامنة لما الحبوب دي بتبقى جافة. اول ما بنحط العدس على النار، الحبة بتبقى شفافة شوية وبيبان الجزء الابيض اللي بيبقى عامل زي الشعيرة البيضة الدقيقة جدا في العدس وهو بيتسلق. وطبعا اللي نقل الخبر قال ان دي ديدان، وعشان الخبر ينتشر اكتر طبعا قال ان ديدان دي مسرطنة، وان العدس جواه دودة قاعدة جواه ومستنية لما احنا نسلق العدس والدودة دي بتظهر. يبقى الجزء الابيض اللي بيظهر ده عبارة عن الجزء المسؤول عن الانبات في العدس، اللي هو المسؤول عن نمو الجذير، اللي هو باختصار كده جنين بذرة العدس. حاجة مهمة برضو لازم نقولها، ان الديدان او بمعنى اصح يرقات الحشرات، الاجزاء الفم بتاعتها لا تستطيع ان هي تنمو على البذور الجافة. الفول والعدس والترمس الجاف والحمص الجاف ممكن يصابوا بالسوس. حشرات السوس اجزاء الفم بتاعتها قادرة على ان هي تاكل او تنحر في البذور الجافة، ولكن اليرقات او اللي احنا بنسميها الديدان دايما بنلاقيها في المحاصيل الغضة او الطرية زي الجوافة زي الطماطم. ممكن واحنا بنغسل مثلا خس ولا حاجة نلاقي دودة في الخس، لان المحاصيل الطرية ديت بتبقى ملائمة اكتر لنمو او غذاء اليرقات او الديدان. فصعب جدا ان يرقة او دودة تصيب بذور جافة او بذور بقولية جافة زي العدس والفول. كمان برضو صعب جدا ان هي تقعد جوه العدس كامنة وما تظهرش الا لما نسلق العدس او نحطه على النار. فباختصار يا جماعة، الجزء الابيض اللي موجود في العدس ده عبارة عن جنين العدس المسؤول عن انبات بذرة العدس. وكمان برضو العدس اذا فرضنا ان هو بيصاب بحشرات فهو بيصاب بالسوس، والسوس دوت بيبقى حشرة سودة بتبان جدا، واحنا بنشتري العدس اذا جبناه من عند العلاف او حتى مغلف في السوبر ماركت بنقدر نشوف السوس وهو بيبقى موجود جوه بذور العدس، وبيبقى بذرة العدس مخرومة وطالع منها بودر ابيض اذا كان العدس مصاب بالسوس، او الفول مصاب بالسوس، او القمح اللي احنا بنجيبه عشان نعمل بيه بليله مصاب بالسوس، لان المحاصيل الجافه دي كلها بتصاب بالسوس ولا تصاب بالديدان. فالعدس ما فيهوش مشكله، ما فيش فيه دود، وطبعا العدس امن ومش مسرطن. يا رب اكون قدرت النهارده ان شاء الله افيدكم بمعلومه. لو حسيت ان الفيديو ممكن يفيد حد غيرك ويطمن حد غيرك، يا ريت تشارك الفيديو. ما تنساش طبعا لايك للفيديو واشتراك القناه، والى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.